اهم شيء طلعي لي صوت الماكينه. ها والله يعني كنت تصدقوني والله اعلم، كنت ما ينباع قطعه من عندي الا اني انا ازعل عليها انه راح سقفه مني، راح سقف وقت مني يعني. اي نعم نعم سبحان الله. وهذا الموضوع يعني كل انسان بيشتغل شغله يدويه بحس بهذا الشيء. مهنه اسمها اللباس العربي. اللباس العربي هو نحن بنسميه لباس العز، لباس الفخر، يعني لباس القديم، واللي ما له قديم ما له جديد. ونحن هي توارثناها من حبنا لها. هي هي المهنه طبعا لا تغني ولكن تستر كما يقال. يعني الغنى غنى الله عز وجل، ولكن سبحان الله حبنا فيها، حبنا لوطننا لبلدنا خلتنا انه نضل ماسكين فيها. انا والله بلشت فيها انا عمري 12 عام. كنت شوف الوالد، كنت ساعد الوالد بقطف زر، بفتح عروه، ساعده هيك شوي شوي، هو يعلمني شوي شوي، صبر علي كثير سبحان الله، لانه هيك مهنه يعني بدها صبر. لذلك صبر علي وشوي شوي تعلمت. وكل ما انا اكون في وقت الفراغ اكون خالص مثلا مدرسه، ارجل عند الوالد مثلا اتعلم شغله، اتعلم شغله، لحتى الحمد لله رب العالمين كرمني بختم المهنه. هلا نحن رح نحكي عن لباس العربي، نبلش بالحطه والعقال. هاي الحطه طبعا بهذا الشكل، توضع على الرأس فوق العقال بهذا الشكل، تنحط الطاقية البيضاء والشالة هاي الجميلة، الشروال العرايسي اللي بيكون مخرج بهذا الشكل، وعنا هاي الشملة اللي بتوضع على البطن، وفي عنا الصدرية من قماش الدامسكو، هذا معروف قماش الدامسكو هو من القطن وشغل نول يدوي. كل قطعة لها روح، يعني مثل الرسمة، مثل الرسام لما بيشتغل رسمة إذا كانت مطبوعة طبع سبحان الله بتحسيها ما فيها روح جمال، أما لما بتكون القطعة يدوية بتحسي فيها روح، يعني بتحسي فيها تعب، فيها مجهود، فيها عرق من العامل اللي عم بيشتغلها سبحان الله، إلى 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 طعمة إلى لذية. نوجه كلمة للشباب، بنقول اللي ما له تاريخ ما له حاضر. خلينا نتمسكوا بتاريخهم لانه والله شيء مشرف. تاريخنا مشرف. تاريخنا العالم كله بتشهد له. لذلك حبوا تاريخكم حتى انتم تعرفوا تعيشوا بالمستقبل. اللي ما له تاريخ ما له مستقبل.